صباح الخير على اعضاء وجماهير النادي الاهلي. النهارده تماريننا كلها على الستيب، على اللور بادي والابر بادي. تمام، يلا بينا نبدا. اول حاجه هعملها هحط رجلي على الستيب، اب اب داون داون، تاني اب اب داون داون. اول حاجه هشتغل بالراحه، بعدين هبدا اعلي من الريتم بتاعي، اب اب داون داون، كمان اب اب داون داون. خمسه أربعة وأنا طالعة رجلي سوفت ني ما بتبقاش مفرودة، سبعة تمانية. ده كان أول شكل. ممكن أسرع من السرعة بتاعتي، هشتغل برضو تمانية في تلاتة أيا كان بيجنر أو أدفانس. السرعة الصغيرة بتاعتي اللي هي كده أب أب داون داون أو كده، ده الأدفانس. تمام، ده كان أول شكل. تاني حاجة هحط رجلي فوق والتانية هشتغل اب ني وارجعها ورا، اب ني وارجعها ورا. تلاتة اربعة بنزل على المشط، خمسة ستة سبعة تمانية. الرجل التانية ثابتة فوق ما بتتحركش، نفس اهم حاجة، النفس وانا شغالة. تمام، هشتغل كل رجل فيهم 8 3 او 10 3 على حسب انا بقدر اعمل ايه. تالت تمرين هقف الجنب، رجليا سايد داون سايد داون سايد داون. هشتغل برضو كل سايد 8 3. تالت حاجه ايدي على الستيب، كف ايدي كله على الستيب، رجليا مش بعيد عن جسمي كده قريبه شويه. هشتغل اوبن كلوز، هشتغل 8 3 5 6 7 8. ده كان اول شكل. واحنا تحت ايدي على الستيب، هشتغل رايت ليفت 1 2 3 4 5 6 7 8. هطلع تاني فوق، ممكن احط رجل واحدة على الستاب والتانية ورا، هشتغل lower body، هنزل down up down up down up، التانية زيها. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. بكده نبقى عملنا كل الأشكال على الستيب. لو هنشتغل upper body أو lower body. معاكم كابتن ندى جيم النادي الأهلي، اتشرفت بيكم، اشوفكم مرة تانية.